أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة علومكم. اللجنة الوطنية للانتخابات تفتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 ولمدة 4 أيام بدءا من 15 أغسطس ولغاية 18 أغسطس 2023، حيث أوضحت اللجنة شروط الانتخابات وآلية الترشح إلكترونيا أو عبر مراكز التسجيل في الدولة. كشفت هيئة البيئة أبو ظبي عن تحرير 25 مخالفة بيئية وإحالة إلى دائرة القضاء أبو ظبي خلال عام 2022، تنوعت بين مخالفات صيد وتعد على محمية ورصد نفايات صرف صحي وجرف تربة. وأكدت الهيئة أنها تعمل على مراقبة المحميات الطبيعية البرية في الإمارة وتطبق القوانين البيئية استنادا إلى منظومة المخالفات والغرامات الإدارية في المناطق الخارجية. وفي الجانب الاقتصادي، فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة تبلغ 4.8 مليون درهم، وذلك بعد نتائج التفتيش والتي أظهرت ضعف إطار امتثال الشركة بمتطلبات تحليل المخاطر والقصور في السياسات والتدابير المتخذة في العناية والواجبات المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي جانب الاستدامة، تعد سفينة الأبحاث البحرية جيون التي طورتها هيئة البيئة أبوظبي أول سفينة أبحاث من نوعها على مستوى الدولة، مجهزة بأحدث المعدات والمختبرات العلمية التي تهدف إلى مراقبة وحماية التنوع البيولوجي البحري وإيجاد الحلول المناسبة لآثار التغير المناخي، مما يسهم في تعزيز الجهود الوطنية في مجال العلوم البحرية من خلال توفير منصة علمية موثوقة ومتطورة تلبي احتياجات البحوث البحرية داخل الدولة وخارجها. شكرا للمتابعة ودمتم بخير.